ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. هذه هي البشرى التي زفتها السماء للأرض. فعندما ظهر الملاك جبرائيل المرسل من قبل الله إلى مريم العذراء، أخبرها أنها ستحمل بقوة الروح القدس طفل يدعى يسوع. ففي مغارة وعلى مزود ولد الطفل يسوع، حيث قام نجم من السماء بهداية المجوس من بلادهم إلى موقع الميلاد، فسجدوا له وقدموا الهدايا من بخور وذهب. لذلك توضع على رأس شجرة الميلاد نجمة يسوع. حادثة الميلاد تعد من أهم أركان الدين المسيحية، حيث ولد السيد المسيح في بيت لحم في مغارة دلالة للتواضع والفقر، وعلى مزود وهو مكان الطعام يحتضن يسوع الذي هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان فلا يجوع، والمزود يحتوي على المأكل العشبي الذي تأكل منه الرعية. يترافق عيد الميلاد باحتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة، واجتماعات عائلية، وطقوس احتفالية، أبرزها وضع شجرة الميلاد التي تعد من أبرز طقوس عيد الميلاد، لأنها ترمز باخضرارها إلى حياة المسيح، وأيضا تبادل الهدايا واستقبال بابا نويل، كناية عن القديس نيكولاس الرجل الطيب الذي كان يقدم الهدايا للفقراء والمحتاجين. ومن أحدى طقوس ليلة الميلاد أيضا اجتماع العائلة وتناول عشاء الميلاد فرحا بقدوم المخلص يسوع المسيح.